نبدأ بسم الله ونحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي محاضرتنا الثالثة في مقرر 606 والخاص بفتح والخاص بمصر الإسلامية. تحدثنا في المحاضرة الثانية عن الفتح، ويرتبط، وهذه تتمة للمحاضرة الثانية وختاما للوحدة الأولى، يرتبط بتمام فتح مصر قضية فرعية شاعت وانتشرت في كتب المستشرقين، وتعبر عن تهمة ألصقت بالفتح الإسلامي وألصقت بعمر بن العاص رضي الله عن عمر، أساسها أنه أحرق مكتبة الإسكندرية. قبل أن نتكلم عن التهمة سنتكلم عن المكتبة. مكتبة الإسكندرية هي مكتبة عالمية ضمت عشرات الألوف من اللفائف والمخطوطات، أنشأها بطلميوس الرابع، وكانت يعني من علامات الحضارة العالمية في ذلك الوقت. عندما تلصق هذه التهمة بالفتح الإسلامي فنستطيع أن نتصور أنها ليست مسألة يعني خاصة بشخص معين، وإنما هي خاصة بحضارة، يعني الحضارة الإسلامية أحرقت الكتب. فما أصل هذه التهمة؟ أولا الرجع إلى كتب المصادر الإسلامية الأولى في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى السادس لن يجد إشارة لهذه التهمة على الإطلاق، على الإطلاق.
ثم فجأة وفي كتاب الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادي تأتي هذه الإشارة. يعني أول ما بدأت بمصدر إسلامي، رحلة قام بها عبد اللطيف البغدادي إلى مصر وزار الإسكندرية وزار عمود السواري هنالك في الإسكندرية، حيث التقى بأحد المسيحيين، وفي حوار بين سائح ورجل يبيع أو يشتري أشار له الرجل أن عمرو بن العاص أن هنالك كانت مكتبة الإسكندرية وأن عمرو بن العاص قد أحرق هذه المكتبة. وتنقلت ابن العبري والقفطي من بعدهما، من بعد عبد اللطيف البغدادي، تناولت هذه التهمة. حتى نمحص هذه المسألة ونحقق في هذه التهمة، ينبغي العودة إلى المصادر العربية والمصادر البيزنطية. سبق أن أشرت إلى أن المصادر العربية إلى القرن السادس الهجري لم تكن هنالك إشارة إلى هذا الإحراق، هذه واحدة. المصادر البيزنطية كذلك لم تشر إلى هذا الإحراق. رحلتان بيزنطيتان في القرن الأول والثاني، رحلات متأسف هذه قبل قرنين من الفتح الإسلامي، لم تشر إلى وجود هذه المكتبة. يعني هذه المكتبة لم يكن لها وجود عند الرحالة البيزنطيين قرنين قبل الفتح الإسلامي، فكيف يحرق عمرو شيئا غير موجود؟ هذه واحدة. الثانية، إذا عدنا إلى كتب المستشرقين فسنجد أن بعض المستشرقين وردد هذه التهمة، وبعضهم الآخر وعلى رأسهم ألفريد باتلر كما أشرت، وهذا كتاب مهم من الكتب التي كتبها المستشرقون في فتح مصر، يعني أشار إلى هذه التهمة وفندها وضحضها ودافع هو وغيره من بعض المستشرقين عن المسلمين، وأن المسلمين لم يحرقوا هذه المكتبة. زيد على هذا من الناحية الفقهية والناحية الحضارية، لم يدخل المسلمون بلدا من البلاد وأحرقوا كتبها، هذه واحدة. الإسلام يعلي من قدر العلم ويعظمه، هذه ثانية. إذا عدنا إلى الدولة العباسية وفي القرن أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، فسنجد في عهد الرشيد بدايات لحركة الترجمة من اليونانية إلى العربية، ووصلت أوجها في عهد المأمون. ثم بالتراث الإغريقي وترجم إلى العربية، وكوفئ المترجمون مكافأة سخية. فإذن الحضارة الإسلامية لا تعادل الكتب، وعمرو بن العاص لم يحرق هذه الكتب. هذه تتم لي الفصل الخاص أو الوحدة الخاصة بالفتح. ونأتي الآن للحديث عن مصر زمن الولاة الراشدين والأمويين والعباسيين. نبدأ في مصر في زمن الولاة، نبدأ بتعريف المقصود بزمن الولاة. أما زمن الولاة فهو الزمن الذي يتراوح ما بين تقريبا سنة 20 إلى سنة 254 هجرية، يعني بتمام الفتح ولي عمرو بن العاص على مصر تابعا للدولة، دولة الخلفاء الراشدين. فبدأ ما يسمى بعصر الولاة إلى الدولة الأموية،
بطولها إلى الدولة العباسية تقريبا منتصف القرن الثالث الهجري، حيث تحولت مصر بعدها إلى ما يمكن أن نسميه بمصر عصر الدول المستقلة، يعني بداية الدولة الطولونية وبداية الدولة الإخشيدية. أول ما نبدأ سنبدأ بالحديث عن مصر زمن الولاة في عهد الدولة الراشدة. النقطة الأولى فيها الحديث عن ولاة الدولة، ولاة مصر زمن الدولة، دولة الخلفاء الراشدين. أول والي بطبيعة الحال كما أشرنا هو عمرو بن العاص، فتح مصر وأسس نظامها المالي والإداري، وبنى عاصمتها، وبنى جامعها، مسجدها الجامع، وهو المسجد الذي عرف باسم مسجد عمرو. تلاه عبد الله بن سعد بن أبي صرح. عبد الله بن سعد بن أبي صرح هو الوالي الثاني لمصر زمن الراشدين. كلمة صغيرة عنه، كان عبد الله عاملا على الصعيد في ولاية عمرو بن العاص، ولاه عمر بن الخطاب، وكان عبد الله أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، وقد ولاه عثمان على مصر. تولى عبد الله بن سعد عدة أمور ضخام، يعني كان قائدا لقضية فتح النوبة، ثم كان قائدا لفتوح المغرب. أول من دخل المغرب فاتحا بعد عمرو بن العاص كان عبد الله بن سعد بن أبي صرح، حيث قام بغزوة طويلة استمرت حوالي عام ونصف العام، بدأ بفتح إفريقية ثم توالت الفتوح. من أعماله الشهيرة انتصار كبير على الأسطول البيزنطي، وهذا يسجل لأن هذا تقريبا أول انتصار في مقابلة بحرية بين أسطول بيزنطي وأسطول إسلامي، وكان ذلك سنة 34 في وقعة شهيرة جدا وهي وقعة ذات الصواري. حاول عبد الله بن سعد بن أبي صرح أن يخضد الأخطار التي كانت موجهة إلى عثمان أوائل أو قبيل ما سمي بالفتنة أو الطعن على عثمان رضي الله عن عثمان. سافر إلى لمقابلة الخليفة، عندما حس عثمان بخطورة الموقف استدعى الولاة الذين بدأت من عندهم شرارة الثورة، وكانت مصر من بينها، وكان عبد الله بن سعد أحد الولاة الذين اجتمعوا مع عثمان. وأثناء عودته أخفق في الدخول إلى مصر، حيث ثار هنالك في غيبة الوالي ثار ثائر هو محمد ابن أبي حذيفة، وسيتكرر هذا الاسم مرة ثانية، محمد ابن أبي حذيفة ثار وسيعود مرة ثانية بعد مقتل عثمان ليستمر في الثورة. هذا عبد الله بن سعد ابن أبي صرح. ثم نأتي إلى قيس ابن سعد ابن عبادة الأنصاري. هذا الوالي عين، يبقى عمرو عين من قبل عمر، عبد الله بن سعد عين من قبل عثمان، قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري يعين من قبل الخليفة علي بن أبي طالب، يعين ليجد مصر قد ماجت وقد ثرت. بعد أن تمكن عبد الله بن سبأ من تجنيد عدد من
ثوار مصر، وصل عددهم إلى حوالي 600، سافروا إلى المدينة، وكان ما كان هنالك من فتنة عثمان ثم استشهاد الخليفة رضي الله عنه، وعادوا إلى مصر مكونين اتجاها ثوريا ضد الدولة. في مقابلهم كانت هنالك فرقة أخرى سميت بالعثمانية، يعني الذين ثاروا مطالبين بالثأر للإمام المظلوم، أو المطالبين بأخذ الثأر من قتلة عثمان. فأصبح في مصر فريقان، فريق مخالف للدولة ثائر على رأسهم محمد الثانية محمد ابن أبي حذيفة، وفريق آخر مناصر للمطالبة أو مناصر لمعاوية ومناصر للمطالبة بأخذ الثأر العثمان، وعلى رأسهم معاوية ابن حذيج. ثارت الثورات وتقاتل الفريقان وماج الأمر وهاج الأمر. قيس بن سعد بن عبادة حاول أن يهدئ الأمور، بدل أن يقاتل العثمانية حاول أن يهدئ الأمور، غير أن شائعة خرجت ضروري أن تكون من جانب أنصار معاوية تشير إلى أن قيسا متقاعس في قتال العثمانية. تصل الشائعة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيرسل مطالبا قيسا بضرورة مقاتلة العثمانية، يقاتل من وصل عددهم تقريبا إلى 10,000. فهذا لن يكون قتال ولن يكون خلاف، بل تكون فتنة، هذه فتنة. ومن ثم حرص على ألا يبدأ بالقتال، حرص قيس، فكأن عليا استبطأ الموقف وأرسل يأمره مرة ثانية بضرورة القتال، فيرد قيس: إن كنت متهما عندك أو إن كنت تشك في فعزلني. فعزله علي بن أبي طالب، ليأتي الوالي الرابع وهو محمد بن أبي بكر الصديق. قبله عين علي واليا آخر لم يستطع أن يدخل الفسطاط، وهو الأشتر ابن ملك. الأشتر عين من قبل علي، نعم، وسافر إلى مصر، نعم، لكنه لم يتمكن من دخول فسطاط العاصمة ليتولى أمور إدارته بسبب الثورة والفتنة التي كانت قائمة. فعين علي مكانه محمدا، هذا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. لم يمكث محمد بن أبي بكر غير 5 أشهر وقتل ومثل بجثته. لكن قبل هذا كان قد نظر إلى المسألة، مسألة العثمانية هذه، ورأى ما رآه من قبل الوالي السابق الذي عزله علي بسبب تقاعسه عن مقاتلة العثمانية، فسالمهم وتركهم يخرجون من مصر إلى الشام. يعني يخرج 10,000 من مصر إلى الشام ليشدوا من عضد وأزر معاوية الثائر ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. بهذا الأمر ننتهي من الإشارة إلى أهم ولاة مصر زمن الراشدين. تبقى قضيتان اثنتان: قضية موقف مصر من الطعن على عثمان، وقد أشرنا إليها من قبل وسألخصه، ثم النقطة الثانية موقف مصر من الصراع بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما معا. أما موقف مصر من الثورة على
طعن على عثمان، فقد رأينا أن خرج من مصر أولا 600 ثائر شاركوا في الثورة ضد عثمان في المدينة، وبعد مقتله عادوا إلى مصر مكونين حزبا عسكريا. وقف أمامه الحزب الآخر الذي أسميناه بأنصار عثمان أو العثمانية، وتقاتل الفريقان، وخرج الفريق الثاني إلى الشام مقويا بذلك عضد وأزرى معاوية. نأتي للنقطة الثانية، موقف مصر بقى من الصراع بين معاوية وعلي. كما رأينا مال قيس بن سعد إلى المسالمة، ثم مال أيضا ولكنه أخفق في إيجاد حل، ومال محمد بن أبي بكر في المسالمة مع العثمانية وأخرجهم إلى الشام. وانتهز معاوية رضي الله عنه فرصة عدم وجود شرط في التحكيم بينه وبين علي من أن مصر لا تتعرض لهجوم معاوية، لما وجد معاوية أنه لم يشترط على نفسه عدم مهاجمة مصر في هذا التحكيم، هاجم مصر سنة 38 بقوة قادها عمرو، حوت جنودا أتباع معاوية، وحوت عثمانية دمشق وعثمانية فلسطين والعثمانية الذين كانوا في مصر وخرجوا منها، ثم عادوا مع جيش عمرو ليتمكن عمرو من أن يأخذ مصر من حدود الإدارة الراشدة وتنضم إلى معاوية. هنا نقول مصر تنضم سنة 38 إلى معاوية، لا نقول انضمت إلى الدولة الأموية. ليه؟ لأن الدولة الأموية لن يكون لها وجود رسمي إلا منذ سنة 40 هجرية. ظلت مصر في حوزة عمر، متأسف، في حوزة معاوية رضي الله عن معاوية من 38 إلى أن استتب له الأمر وبويع خليفة سنة 40، فآلت مصر إلى أن تكون ولاية أموية. النقطة التي ستأتي بعد هذا، الإدارة الإسلامية لمصر. الإدارة الإسلامية لمصر، قسمت مصر إلى قسمين، مصر العليا المقصود بها الصعيد، ومصر السفلى المقصود بها الوجه البحري. وقسم كل قسم منها إلى عدد من الكور، يعني تقريبا محافظة، وقسمت الكورة إلى قرى أو ما زتات. على رأس الأمويين على مصر، لكن إذا كانت الولاية ولاية عادية، بقية الأموال تذهب إلى بيت مال الدولة الأموية. هذا هو الوالي، يا إما والي ولاية جامعة يعني صلاة وخراج معا، يا إما والي بس يبقى والي على الأمور الإدارية والسياسية، يبقى يكون معه والي على الخرج. الوالي على الخرج هذا ليس بالمركز الضعيف، بل أحيانا يكون مؤثرا جدا ومزعجا لوالي الصلاة، لأن الأموال في يده ويتصرف فيها، ويستطيع أن يؤثر في هذا الوالي ويعزله، ويستطيع أن يؤثر في اختيار الوالي الجديد. وغالبا ما كان يحدث صراع بين والي الصلاة ووالي الخراج حتى يجمع والي الصلاة الأمرين معا فيتقوى ويحسن إدارة الإقليم. بعد هذا يأتي صاحب والي الصلاة والي الخراج أو والي على الاثنين معا، بعده يأتي صاحب الشرطة،
بعده يأتي عامل على مصر على أحد القسمين في مصر، والي الصعيد أو مصر العليا، ووالي الوجه البحري أو مصر السفلى. ثم يأتي صاحب الكورة، يعني أقرب إلى ما يكون إلى المحافظة أو مدير المديرية فيما سبق. وتأتي بعدها القرى، وكل قرية يحكمها ما كان يسمى بمازوت، ميم ألف زين واو تاء، وهذه تعني كأنها شيخ البلد أو كأنها العمدة. هذا هو النظام الإداري. عمرو بن العاص في مدته الثانية هذه أحكم إيجاد النظام الإداري لمصر والنظام المالي لمصر، وبنى العاصمة وبنى مسجدها الجامع. هذا سيستتبع أن نتحدث عن العاصمة ونتحدث عن مسجد أمر. أما العاصمة فقد اختلف أين ستكون عاصمة مصر. عاصمة مصر قبل الفتح كانت الإسكندرية، وكانت إحدى كبريات المدن في العالم، وكانت يعني مليئة بالمباني الضخمة والشوارع الواسعة المرصوفة المبلطة المضاءة ليلا، تكثر فيها أدوات الحضارة من أسواق وفنادق وحمامات وغير ذلك. فتحها المسلمون وفكروا أول الأمر أن تكون هي العاصمة. إذا سئلنا سؤالا صغيرا، طيب هذا لما لم يخطر المسلمون الإسكندرية عاصمة؟ من وجهة نظر الشخصية كانت الإسكندرية فخمة جدا، ويعني تمثل درجة عالية من الرفاهية، ربما مال عنها زهاد المجاهدين المسلمين أول الأمر. هذا انطباع شخصي. ثم سبب آخر، أن إذا فاض الماء عزلت الإسكندرية عن الاتصال بمركز الخلافة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبب شديد الأهمية في أن المسلمين يعني مالوا عن وتركوا اختيار العاصمة هذه. طيب كيف يكون الاختيار؟ اختار عمرو في سبب آخر أبعد المسلمين عن اختيار الإسكندرية، أنها ساحلية وأنها ستكون ربما تكون عرضة لهجوم الأسطول البيزنطي. وقد حدث بعد عدة سنوات أن هوجمت الإسكندرية سنة 25 كما قلنا في المحاضرة السابقة، واستطاع إيمانويل أن يحتل الإسكندرية لولا أن عاد عمرو بن العاص مرة ثانية في ولاية عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وقاد الجند لطرد هذه الحملة البيزنطية. يبقى هذه الأسباب لماذا تركت الإسكندرية ولم تتخذ عاصمة. أين اتخذت العاصمة؟ من المعروف للعامة أن عمرو بن العاص اختار عاصمته بجوار حصن بابليون، وحيث بنى دارا وبنى مسجده الجامع، وأمر الناس بأن يخططوا في مساحات، أمر القبائل وخصص لها مساحات وأن تبني مبانيها حول هذين المركزين. هذه العاصمة سميت بالفسطاط، وهي مكان مدينة ممفيس، وهي إحدى عواصم مصر الفرعونية السابقة. لماذا سميت هذه العاصمة بالفسطاط؟ عندنا أقوال كثيرة، نأخذ منها قولين اثنين. القول الأول أن كلمة فسطاط من اليونانية فسطاطم أو فسطاطا تعني المدينة، فاختطوا فسطاطا يعني كأنهم اختطوا مدينة، كأنهم اختطوا عاصمة، كأن هذا المكان سمي بالفسطاط يعني يسمى بالمدينة يسمى بالعاصمة، فجعلوا هذه الكلمة يعني عنوانا على
عاصمتهم الفسطاط. لو رجعتم إلى ما درستموه من تاريخ المغرب ستجدون عقبة بن نافع رضي الله عنه عندما فكر في أن يختط مدينة في إفريقية وهي القيروان، أراد قال وأريد أن أختط فسطاطا يعني مدينة. الأمر الثاني وأنا أميل إلى هذا الرأي الأول، الأمر الثاني أنها سميت بالفسطاط نسبة لفسطاط عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عندما أنهى فتح حصن بابليون ترك متوجها إلى الإسكندرية، ترك فسطاطه دون أن يخلع. ليه؟ قيل لأن حمامة قد باضت واتخذت عشا فوق ظهر هذه الخيمة أو هذا الفسطاط، ومن ثم تركت حتى لا تروع. هذا الأمر موجود ليس فقط في قصة بناء الفسطاط بل في قصص بناء مدن أخرى، فلكأنها لون من ألوان القص أكثر منها حدثا تاريخيا. وأنت تختار ما تريد أن تختار، كنا سببين اثنين وأنت تختار أحدهما. عمرو أسس عاصمته هذه حوالي سنة 21 هجرية، والذي يحب أن يرى مزيدا من الأخبار إنشائها يذهب إلى مصدرين اثنين. المصدر الأول هو للمقريزي، خطط المقريزي يتكلم عن إنشائها وحارتها وطرقها وأسواقها وفنادقها وحمامتها إلى آخره. الكتاب الآخر لابن دقماق اسمه لحظة من فضلكم، هذا الانتصار لواسطة نعم الانتصار لواسطة عقد الأمصار، يقصد مصر، ويتكلم أيضا عن الخطط يعني تخطيط المدينة وذكر أماكنها. كتابين يعني يحسن أن تعود إلى واحد منهما، فإما المقريزي وإما ابن دقماق في الانتصار. هذه العاصمة قد بنيت. عندك أيضا مما بناه عمرو بن العاص مسجد عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن العاص هو أول مسجد بني في قارة إفريقيا، مش في مصر، في قارة إفريقيا جميعا، وقد احتفى به الناس وكثرت الأسماء، فسمي بالمسجد الجامع، سمي بالمسجد العتيق، ثم سمي بتاج المساجد. وتكلم عنه ابن دقماق في الانتصار كلاما طيبا جدا، وصفا إياه بأنه المسجد العتيق، وبأنه مما تطوق إليه نفوس الناس اللي يروا أماكن صلى فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان أوائل الفتح. المسجد أول ما بناه عمرو كان مسجدا بسيطا جدا، مساحته أبعاده 25 متر في 15 متر، ودي تدي لك تقريبا 375 متر، يبقى المساحة 375 متر مربع، يعني أكثر قليلا جدا من مساحة قيراطين بالنسبة للأراضي الزراعية، فإذا صغير السعة. بني ب يعني تصميم بسيط جدا، يعني جدران من اللبن يعني الطوب الني، تحمله أعمدة من جذوع النخيل، ويغطى بسعف النخيل، ويفرش لا بالأبسطة الفاخرة بل بالحصبة، يعني حصى صغير جدا 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 يفرش به ويصلي الناس متقشفين
على هذه الحصبة. والمسجد بهذه الصورة طبيعي جدا أن نتصور أنه خلى من الزخرفة. أي زخرفة هذه؟ والمسائل شديدة البساطة في البناء. المسجد الحالي في صورته الآنية ليس يحمل من المسجد القديم سوى 7 اسطوانات أو 7 أعمدة رخامية، لكن لا من حيث المساحة ولا من حيث التخطيط يشبه المسجد الآني الحالي المسجد القديم، إلا أنه يعني يميل إلى البساطة ويخلو تقريبا أو لا يكثر من الزخرفة. حدثت عدة توسعات، يعني نذكر منها توسعتين. توسعة مسلمة بن مخلد الأنصاري قد زاد فيها زيادة واضحة، ثم توسعة عبد العزيز ابن مروان، وفي خلال هذا كان المسجد خاليا من المآذن، بنيت 4 مآذن على صورة مربعة ثم عدلت بعدها بعدة سنوات ليأتي نمط المآذن الذي يسميه علماء الأثار بالنمط المصري. هذه تقريبا لمحة عن مصر في عهد الراشدين. نأتي الآن للنقطة الثانية وهي مصر في عهد الأمويين. آلت مصر أو ضاعت مصر من الخلافة الراشدة منذ سنة 38 وآلت إلى معاوية بن أبي سفيان في الحملة التي قادها عمرو بن العاص، وأصبحت فيما بعد سنة 40 كما أشرت ولاية تابعة للدولة الأموية، يعني كانت قبل هذا من الحدود الإدارية لمعاوية، لكن سنة 40 وجدت الدولة رسميا، بويع بالخلافة، صارت مصر تابعة للخلافة الأموية منذ سنة 40. هذه نقطة. كيفية اختيار ولاة الأمويين هذه وضرهم في فتح المغرب. نتحدث الآن على كيفية اختيار الولاة الأمويين. ابتعد الولاة الأمويين عن المركزية التي كانت موجودة أيام الدولة الراشدة، يعني الوالي في مصر لم يكن عنده في الدولة أيام دولة الراشدين لم يكن عنده فسحة من التصرفات الخاصة، إنما كانت الأوامر تصدر من مركز الخلافة. أما ولاة الدولة الأموية فقد أعطيت لهم فسحة من التصرف الذاتي، فكأنهم انقلبوا من الحكم المركزي إلى الحكم المحلي. بعض هذه الولايات كما أشرنا من قبل كانت ولاية استكفاء، وخاصة بولاية عمرو بن العاص الثانية في الدولة الأموية وولاية عبد العزيز ابن مروان. بعض هذه الولايات كانت ولاية جامعة، يعني ضمت الخراج وضمت الصلاة معا، وعنه ما يقول عمرو بن العاص: ولاية مصر جامعة، يعني تجمع الصلاة والخراج تعدل الخلافة، مما يشير إلى أهمية مكانة مصر في العالم الإسلامي وفي الدولة الأموية. يوجد ولاة على الصلاة فقط، ومن ثم إن وجد هذا لابد أن يوجد ولاة آخرون على الخرج. كانت سياسة الدولة الأموية في اختيار الولاة تعتمد على الاختيار من أهل الثقة،
يعني وأنت تبحث عن من يعينك في حكم أو في إدارة، تبحث عن إما عن أهل الخبرة وإما عن أهل الثقة، يعني الذين تثق فيهم وتعتمد عليهم دون تخوفات. ثم اعتمدوا أيضا على بعض الأسرة الأموية وعلى رأس هؤلاء الناس عبد العزيز ابن مروان الذي استمر مدة طويلة واليا على مصر، وكان له نفوذ تخطى حدود نفوذه الإداري والسياسي كما سنرى بعد قليل. أيضا النقطة الثانية، دور مصر، كان لمصر دور في فتوح المغرب، في قاعدة في الفتوحات، عندما ينتهي فتح الشام تكون الشام قاعدة لفتح الأردن، عندما ينتهي فتح الأردن يكون الأردن قاعدة لفتح فلسطين، عندما تنتهي فتوح فلسطين تكون الشام قاعدة لفتح مصر، عندما انتهى فتح مصر وسيفتح المغرب ستكون مصر قاعدة للفتوح. يعني إيه قاعدة؟ يعني من ميزانيتها تخرج معظم أموال التي يتطلبها البحث، من جندها يخرج معظم الجند المتوجه إلى الفتح، على ذمة وليها أو من ضمن صلاحيات وليها أن يعني يكون مسيطرا على حركة الفتح هناك أو مديرا لها. هذه معنى أن مصر كانت قاعدة للفتح المغربي، وظلت هكذا مدة طويلة إلى سنة 73 هجرية. ليس للمغربي واليا، وإنما المغرب في ذلك الوقت إلى سنة 73 كان يتبع ولاية مصر ويتبع والي مصر، من عنده تخرج الأوامر، من عنده تخرج الأموال، من عنده يخرج الجند، ومن عنده يخرج العمال. ظل هذا الأمر مدة إلى عهد عبد العزيز ابن مروان وعهد حسان ابن نعمان. حسان ابن نعمان، وقد درستم في هذا في تاريخ المغرب، كان أحد الفاتحين العظام، كانت له تأثيرات عسكرية وسياسية وإدارية، وكان له دور كبير في الدعوة إلى الإسلام، وكان له دور كبير في استئلاف البربر. يخرج لتحقيق في الدولة، عاصمة الدولة الأموية، وعندما يعود يرفض عبد العزيز ابن مروان وهو والي مصر أن يعيد والي المغرب إليه، ويعين من قبله هو واليا على المغرب وهو موسى ابن نصير. وهنا لون من ألوان يعني الزيادة في الحدود الإدارية. يعني الأصل أنه حتى سنة 73 خلاص انفصل المغرب عن ولاية مصر، يعني صار ولاية تتبع الخليفة مباشرة، لكن عبد العزيز المروان وهو أحد كبار الأسرة المروانية، وسيكون ولده من عما قريب خليفة للمسلمين، يعني كأنه استغل هذا الأمر ومارس سلطات أكبر من السلطات المخولة له أصلا. لكن بانتهاء عهد موسى، انتهاء عهد عبد العزيز ابن مروان، يعني تتأصل المغرب ولاية قائمة بذاتها لا تتبع مصر، وإنما تتبع الخلافة الأموية في دمشق. من الأمور اللي حدثت في عهد الأمويين أيضا مسألة مهمة جدا، تعريب ديوان مصر. كلمة ديوان يعني سجل، دفتر تقيد فيه الأمور، أسماء الجند، رواتبهم،
المبالغ الواردة إلى بيت المال، المبالغ الخارجة منه وما شابه ذلك. فكلمة ديوان تعني دفتر، ثم أو سجل، ثم بعد هذا أطلقت على المكان الذي يحوي هذا السجل، فأصبح الديوان هو المكان الذي تدار فيه الأمور الإدارية والمالية، ويحوي سجلات خاصة بهذه الأمور. هذا الديوان إلى منتصف عهد عبد العزيز ابن مروان كان يسجل بإحدى لغتين، اليونانية وكانت لغة رسمية في مصر، أو القبطية، ولم يكن يسجل بالعربية. ثم صدرت الأوامر بأن يعرب هذا الديوان، يعني البيانات التي تسجل في الدفاتر هذه إنما تكتب باللغة العربية. فتركت اللغتين اليونانية والقبطية، وسجلت المعلومات باللغة العربية، وهذا أضبط وأكثر إحاطة بالموضوع لأي مفتش من العرب. نأتي الآن للنقطة الأخيرة في محاضرتنا اليوم، وهي مصر العباسية. بعد انتهاء الدولة الأموية أرسل، أو عند الصراع بين الأمويين والعباسيين، أرسل العباسيون صالحا بن علي، وهو أحد كبار الأسرة العباسية، ففتح مصر. وحرص العباسيون في اختيار ولاتهم على أن يكونوا من أفراد الأسرة العباسية نفسها، أو من أقربائهم، أو من أنسبائهم، أو من ذوي الثقة، لأهمية مصر بالنسبة لأي خلافة سواء راشدة أو أموية أو عباسية. فمثلا ممن عين صالح بن علي هذا، ثم ولده إبراهيم، عين إبراهيم مرتين اثنين، ثم ولده الآخر الفضل بن صالح، ثم عبد الملك بن صالح، ثم عبيد الله ابن المهدي، وهي أسماء كلها عباسية كما ترون. من الأشياء التي قام بها العباسيون أنهم بنوا عاصمة أخرى لمصر، أسموها عاصمة العسكر، اسمها العسكر، شمالي الفسطاط، اللي يجي من مصر القديمة في الطريق الآن على طريق شارع صلاح سالم، ويجي عند مجرى العيون تقريبا، هذه هي منطقة العسكر، وقد زالت تماما ولم يعد لها وجود. تبقى عدة نقاط عن ظهور عدة ثورات ضد العباسيين في مصر. حرص بعض الدارسين على أن يصموا بعضها بأنها كانت ثورات مذهبية، لكن يمكن للدارس أن بشيء كثير من الحيدة والدقة أن ينفي وجود ثورات مذهبية قامت على أساس ديني، إنما الثورات يا إما سياسية بسبب غضب الناس من تصرفات الحكام، يا إما اقتصادية بسبب زيادة الخراج. تزيد الخراج إزاي؟ الفدان ده عليه دينار فزادوا عليه قيراطا، يبقى دينار وواحد على 20 من الدينار، أو وهو يقيس لك الأرض حتى يحسب عليها الخراج ينقص من طول البوصة، متأسف القصبة، يبقى القصبة بدلا ما هي 3 متر 55 سنتي خليها 3 متر بس. ينتج عن هذا ايه؟ ينتج عن هذا ان الفدان هيبقى فدان في القياس، فدان وي، ومن ثم تزيد ايضا الضرائب. فيمكن هنا ابعاد العامل
المذهبي من أهم الثورات على الإطلاق، مش ثورة، تمرد الوجه البحري كله، أقباط ومسلمين ضد الوالي، وذلك بأسباب سياسية وسوء معاملة الوالي لهؤلاء الناس. الثورة دي تجعل من خطورتها، تجعل الخليفة المأمون بنفسه يأتي أوائل سنة 317 لينهي هذه الثورة، موبخا والي مصر في ذلك الوقت منصور بن عيسى، وموجها إليه اتهامات، يعني سوء معاملتكم للناس أدت إلى هذا، كتمانكم الأخبار، كتمانكم الأخبار عني أدى إلى هذا. ثم يعزله، مش بس يعزله، ويأمره بالتبييض. يعني إيه؟ يأمره بلبس اللون الأبيض. يعني إيه هذا الكلام؟ شعار العباسيين اللون الأسود، شعار الأمويين اللون الأبيض. فكأنه عندما أمره بترك العباءة السوداء ولبس العباءة البيضاء، معناها أنه يتهمه كأنه صار من أعداء الدولة العباسية. حدثت عدة حركات أخرى علوية وأموية، غير أنها لم تؤثر تأثيرا واضحا في يعني تبعية الدولة، تبعية مصر للدولة العباسية، إلى أن يأتي ابن طولون ليظهر مصر في صورة أخرى وليدخلنا في عصر آخر وهو عصر الدول المستقلة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.